بيسند عند محمود رمضان اتحطت ما فيش تسلل عمرو عثمان الخطير يسدد في المرمى الله الله على كورة هدف ايه ده ايه الهدف وايه الروعة وايه الجول جميل جول عالمي يا عالمي مش ممكن يا ولد يا لعيب يا سلام يا عمرو يا عثمان بيعلن عن جول جميل 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 هدف ولا اروع هدف رائع جدا بص شوف 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 الأمامية شوف عمرو عثمان أنا قلت الراجل هيسدد ده سدد وحطتها في مقتل هدف مستحيل هدف رائع 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 من نادي المنيا وبيترجموا شخصيتهم اللي بادئين بيها شايف إن اللاعب نادي المنيا بيدعي الإصابة كرة هنا خطيرة ممكن تعمل جول ممكن تعمل جول جون أنتوي وجول جون أنتوي وجون جون وجون هو أنتوي رجع رجع الغاني رجع رجع بأجمل الأماني للنادي الإسماعيلي بهدف غالي جدا 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 هدف للأسمراني وجول للإسماعيلي هدف للغاني جون أنتوي أنتوي يعزف أجمل الأغاني ويحقق أماني النادي الإسماعيلي في هذا الشوط ويلحق يلحق بالمباراة في توقيت مناسب جدا في الدقيقة 22 دقيقة في الشوط الثاني بيعزف كرة جميلة فات من حارس المرمى شوف هنا شوف الاستلام شوف المرور وشوف الرؤية وشوف الثقة وشوف الغاني بيعمل ايه جون أنتوي واللي